السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مشاهدي الصحة والجمال وبرنامج همسات زوجية، أهلا وسهلا بكم وهمسة من همساتنا الزوجية. ويسعدنا أن احنا يعني موضوع نتناوله اليوم من المواضيع اللي كلنا الحقيقة بنبحث عنها، وهو التناغم وأثره على السعادة الزوجية. يعني إيه تناغم؟ وهو في سعادة ولا لأ؟ ده اللي هنتعرف عليه النهاردة مع ضيفنا الغالي دكتور ماهر عزت، محلل النظم ومستشار العلاقات الزوجية ومبتكر تقنية السيف اتش في تطوير المهارات الحياتية والمهنية. أهلا وسهلا بحضرتك معالي الدكتور. وبيسألوني هو لسه في سعادة؟ فقلت لهم هنتعرف على السعادة النهاردة في الحلقة الطيبة النهاردة. أهلا وسهلا بحضرتك معانا. أهلا بيك دكتور. التناغم وأثره على استمرار السعادة أو إيجاد السعادة الزوجية في البيت. خلينا بس الأول نسأل حضرتك يعني إيه تناغم؟ تناغم، كلمة تناغم هي جايبينها في الأساس من العزف في الأوركسترا. تناغم يعني في نوتة متفق عليها من الجميع رغم اختلاف الأدوار. نعم. يعني كل آلة لها وظيفة، كل عازف له دور، رغم اختلاف الأدوار ورغم توزيع هذه الأدوار إلا في نوتة الكل ملتزم بيها، وفي قائد وظيفة هذا القائد أن يتأكد من التزام الجميع بالنوتة. نعم. فده معنى كلمة السعادة والهارموني اللي احنا بنتكلم عنها. لو فهمنا التناغم بشكل جيد ان هو عبارة عن نوتة وقائد بيتأكد من توزيع الأدوار بشكل جيد، وان كل واحد بيأدي دوره صح في الوقت الصح في الآلة الصح، هو ده اللي احنا بنقول عن التناغم. احنا ايه هنعمل اسقاط بقى على حياتنا الزوجيه والهمسه اللي هنهمسها النهارده في اذن كل زوج وزوجه. بس حضرتك بتقول الهارموني، وهي واحده من الاسلوب اللي حضرتك ابتكرته اللي هو اسلوب ال 7 اتش. طيب ناخد برضو فكره كده سريعه عن ال 7 اتش اللي احنا بناخد بعد من ابعادها النهارده معانا. بنتكلم على الاتش اللي هي الخاصه بالهارموني، والاتش الخاصه بالهابينس السعاده اتش، والهارموني التناغم اتش. ده اللي هنركز عليهم ايه النهارده. الاتشات الباقيه بيكون احداث التناغم جواها. يعني احنا لما نتكلم اساسا ان انا عايز اعمل تناغم، اعمل تناغم من ايه؟ بين افكارنا، بين عواطفنا ووجداننا، بين اعمالنا والواجبات والمهام اللي احنا مكلفين بيها. التناغم مع صحتنا النفسيه والبدنيه دي اتش. يبقى الهيد افكارنا، الهارت عواطفنا ووجداننا، الهاند المهام اللي احنا مكلفين بيها، الهيلث الطاقة والصحة النفسية والبدنية اللي هنقدر نأدي بيها المهام المنوطة بينا. يبقى التناغم هيكون ما بين الخمسة اللي احنا اتكلمنا عنهم. احنا قلنا أربعة دلوقتي. طيب البيئة بقى، هوم. الهوم. نعم. يبقى الخمسة دولت أساسا لابد أن يتناغموا مع بعض، وإحداث التناغم ما بين الخمسة دولت هو اللي هيحدث السعادة فورا. هنا نروح على طول للإتش الأخيرة اللي هي الهابنس. اللي هي بتعتبر هدف للإنسان بيسعى عشانه باختلاف معتقداته، باختلاف قيمه، باختلاف مذاهبه، باختلاف أفكاره، كله عايز يشعر بسعادة. عدم تعريف الناس للسعادة وعدم فهمهم ما هي السعادة بيخليها صعبة الحصول عليها. أنا مش عارف إيه هي، فحوصلها إزاي؟ صحيح. يعني هل السعادة هو انشراح الصدر؟ هل السعادة هو تحقق الرضا؟ هل السعادة هو الابتسام؟ يبقى قضية ما هي السعادة هتساعدنا ان احنا نوصل لها. فده اللي احنا عايزين نقوله، السعادة اللي احنا عايزين نوصل لها بتتحقق بتوافق السلوك مع قيمي ومعتقداتي، وتوافق السلوك مع تحقيق اهدافي. السعادة يعني تعريفها عند حضرتك تمام هو توافق السلوك مع القيم والمعتقدات، مع القيم والمعتقدات، وتوافق السلوك مع تحقيق وانجاز الاهداف. وانجاز الاهداف، انا وانت بنسعد طول ما احنا متوافقين مع معتقداتنا. انا راجل مؤمن بالله سبحانه وتعالى. نعم. ربنا سبحانه وتعالى قال لي افعل ولا تفعل. طول ما انا في المكان اللي ربنا امرني بيه وبعيد عن المكان الذي نهاني عنه، اشعر بالاطمئنان والسعاده. نعم. ده ما اعتقده. غيري شايف ان السعاده مثلا فيما يعتقده بجمع المال والسلطه، فكلما زاد المال اللي بيجمعه كلما يسعد بما يصنع، كلما ازدادت سلطته كلما يسعد بما يصنع. اذا مفهوم السعاده ربطه بتحقق ما اعتقده، يبقى ده اساسا ركن من اركان السعاده. الركن الثاني هو تحقيق الهدف. انا هدفي ان انجز العمل الفلاني،
لا شك اول ما هنجزه هفرح وهسعد، هتشوفها في كل شيء. فريق كوره نازل يلعب مباراه، هدفه الفوز، شوف سعاده الجماهير بتحقق الفوز، شوف زعل الجماهير وغضبه بيضيع الفوز. صحيح. يبقى في كل حياتنا عندنا معيارين عشان ما نتلخبطش في السعاده ونقول هي فين تيجي ازاي. معيارين سهلين جدا، ان يتوافق سلوكنا وافكارنا مع ما نعتقده. نعم. ان تتوافق او يتوافق سلوكنا وافكارنا مع الاهداف التي نخطط لها ونسعى لانجازها. تمام. ما بقاش انا محدد هدف في الشمال وخلي سعي للجنوب، اكيد هفتقد السعاده. نعم. اضع اهدافي في الشرق واتجه للغرب، اكيد اساسا هفتقد السعاده. طيب احنا اتكلمنا بنقول سعاده، نعم، عايزين نوصل للسعاده. الاليات بقى جايه بقى مع التناغم. تمام. كيفيه تحقيق الوصول بقى مع التناغم. حضرتك احنا بنتكلم وقلنا التناغم، وحضرتك فهمتني كده قبل الحلقه انه في شويه امور لازم تحصل قدامنا عشان يقدر كل زوج وزوجه بيسمعونا النهارده نقدر نقول لهم ايه الواجبات والمهام اللي عليهم. عايزين نوصل لحاجات سهله. نعم. ليه؟ لان احنا بنتكلم عن مشكله اجتماعيه كبيره ومعقده ومحتاجة تدخل من علماء علم النفس والاجتماع، لأن عندنا مشاكل في الأسرة مؤدية لتفكك الأسرة وعدم إحساس الناس بالسعادة داخل الأسرة الواحدة. فده محتاج علاج، وعلاج طويل، والناس متخصصين نشوف إيه أسباب ضياع السعادة في البيوت بتاعتنا، وليه الزوجين مش عايشين في سعادة، وإيه ما ينبغي علينا أن نصنعه للرجوع مرة أخرى لحالة الاستقرار والسكينة داخل البيوت. نعم. فالواقع بيشهد ان عندنا نسبة طلاق عالية جدا بتعدي 40%. عندنا اساسا حتى الناس اللي عايشة في البيت مش عارفين يتعايشوا مع بعض، يعني اللي بحقيقة لم يتم الطلاق فهم على الاقل عندهم اشكالات في اسلوب الحياة، عندهم اساسا مشاكل كبيرة في تواصلهم مع بعضهم البعض. نعم. فهنا بنقول الموضوع ما نتخضش، انه محتاج شيء من التربية. من التربية. محتاج تربية، محتاج شيء من المعالجين. يعني كان في أوروبا واحدة اسمها فيرجينيا ساتير، كانت في أمريكا. فيرجينيا دي هي اللي أسست علم اسمه أساسا فاميلي ثيرابي، أو تفوقت في هذا العلم وجعلت له إطار كبير، استفاد منها ريتشارد باندلر وجون جريندر أساسا في عمل NLP اللي هي البرمجة اللغوية العصبية. إيه الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن في علاج معرفي للمشاكل الزوجية. نعم. ما هياش أمر يترك على عواهنه للزوجين هم بيغلطوا، لو فضلنا نسيبهم هيفضلوا يغلطوا، فلابد من وقفة. هذه الوقفة نوع من أنواعها العلاج العائلي. في حاجة اسمها العلاج المعرفي. يعني إيه؟ يعني بنجيب الزوجين فرادة، يعني الزوج لوحده نقعد معاه. نعم. والزوجة الواحدة نقعد معاها، وبعد كده نجمعهم بعد كده في توقيت مناسب، المعالج بيضع هذا التوقيت، بنغير منظومة في الفكر، نعودهم يفكروا بشكل مختلف، نغير أسلوبهم في التفكير. نضع لهم رؤية من خلال التعرف على أهدافهم، التعرف على أخلاقياتهم، منظومة القيم والمعتقدات عندهم. يبقى بنحدث شيء من إعادة ترتيب البيت عبر السيفن إتش. المعالج هنا بينظم الأفكار. ليه؟ في نموذج في السلوك بنسميه نموذج مرسيدس. نعم. نموذج مرسيدس دون عشان فيه ثلاث محاور رئيسية زي الشعار بتاع المرسيدس. عندنا المشاعر، عندنا السلوك، عندنا الأفكار. اللي بيوصلني منك مباشرة وبننتقده وبنغضب منه أو نفرح به السلوك. نعم. سلوك الإنسان وردود أفعاله مع من أمامه هو ده اللي احنا بنشتكي منه او هو ده اللي بنفرح منه. طيب لو انا عايز اغير السلوك، تغييرك للسلوك حتى لطفل صغير منتهى الصعوبه. نعم. لان السلوك اساسا هو بينشا نتيجه مشاعر مش نتيجه افكار. يعني احنا قلنا النموذج بتاع مرسيدس افكار ومشاعر وسلوك. سلوك ينشا عن مشاعر، لان الافكار دي بتزرع زي البذره سابقه. هي ال 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 الري وسبب الثمره ونوعها الفكره. فانا لما بسلك سلوك
اللي بيدفعني لهذا السلوك هو المشاعر. الأم بتقوم تتعب وتجهز الأكل وتبقى تعبانة وتواظب لحد ما تنجز الطعام للأولاد بسبب الحب، خوفها على أنهم يجوا جعانين وما يشبعوش الحاجة بتاعت الطعام عندهم، فهنا اللي حركها المشاعر. طيب لما أجي أنا أغير سلوك إنسان مركز على السلوك، أبتدي أخد خطوة أعمق وهي الوصول للإيه؟ للمشاعر. وأبتدي أعالج المشاعر أولا، ودي مهمة جدا وإحنا بنتكلم عن العلاقة والتواصل بين الزوجين. طيب المشاعر دي إيه سبب وجودها؟ الأفكار. يعني أنا عندي فكرة إن مفترض زوجتي ما تناقشنيش، فكل ما هتناقشني هقضب. صحيح. طب يبقى هنا أما حاجة عالج السلوك ده لازم أشوف إيه اللي بيخليني أزعق ويبقى ردود أفعالي غير سوية، ألاقي إن في مشاعر غضب. مشاعر. طب مشاعر الغضب دي إيه هي سببها؟ أبتدي ألاقي الأفكار هي اللي وراها. فكرة قديمة. فكرة قديمة إن أنا لو ناقشتني تبقى أساساً ما بتحترمنيش. نعم. فهنا لابد إن حد يعيد ترتيب الأفكار عندنا، وبإعادة ترتيب الأفكار نقدر نتحكم في المشاعر عندنا. نعم. إذا نتحكم في المشاعر نقدر نتحكم في الإيه؟ في السلوك. فدي خطوات مهمة جدا في عمليات العلاج الأسري لابد إن إحنا نوصل بيها. عشان تحقق معنا فكرة من أفكار الوصول للتناغم بين أفراد الأسرة. للتناغم بين أفراد الأسرة. حضرتك كلمتني على التكامل. المشاركة. إيه هي عوامل أو علامات التناغم إن في تناغم؟ أول حاجة التناغم بيحدث بالمشاركة. كلنا بنتشارك لتحديد هدف معين، فلابد نحط مبدأ المشاركة. نعم. يبقى أساسا مبدأ هام في الأسرة، يا شباب يا أهل البيت إحنا علينا إن إحنا نتشارك دائما، لأن إحنا عندنا وحدة في المصير. نعم. وعندنا وحدة في الهدف. نعم. وعندنا وحدة في المعتقد، وحدة في القيمة، وحدة في المبيت، وحدة في الخروج، وحدة في كل أحوالنا، إحنا بنتوحد مع بعض. ده هيخليني أرجع تاني للكلام اللي حضرتك قلته في الأول، اللي هو وجود المايسترو ووجود النوتة. تمام. في حد حاطط إطار معين وبيوزع بعد كده المهام، وبالتالي تبدأ موضوع المشاركة. تمام. فحضرتك هنربط بقى بين موضوع التناغم وأثر المشاركة في تحقيق الإيه؟ نعم. التناغم. فضل. نشوف إزاي المشاركة هنتشارك في إيه؟ عشان كده بنقول الدين عنصر هام جدا في تحقيق السعادة عند الإنسان. نعم. يعني حتى في أوروبا في عصر العلمانية توقفوا بعد ما هاجموا الدين فترة طويلة، توقفوا قالوا لا إحنا عايزين مجموعة أخلاق للتجارة والصناعة. يعني ما الدين كان حاطط منظومة من الأخلاق اللي بيتخلق بها المجتمع. فلو إحنا قلنا له لا ابعد عن المجتمع، الناس هتنسحب بمنظومة القيم، الصدق والأمانة والإخلاص والوفاء، فكل هذه منظومة من القيم والأخلاق الدين بيزرعها، فقال لك مش هنعرف نشتغل من غيرهم. ففي حد أدنى من القيم الدينية لابد الحفاظ فيها عند حتى في المجتمع العلماني. في قيم إنسانية اللي هو في القرآن وفي التشريع الإسلامي عندنا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هتجد كل ما ورد في تشريع الله سبحانه وتعالى هو في مصلحة للناس في أمور دنياهم قبل ما يكون أساسا في أمور آخرتهم. فإحنا بنتكلم على وجود الدين بيسأل عنا كتير جدا. ليه؟ لأن بنقرأ في قرآن واحد، نقرأ في أحاديث واحدة. شوف الصحابية لما كان يرجع زوجها من عند النبي صلى الله عليه وسلم تقول له ماذا تعلمت من المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهنا احنا بنحدث وحدة في المصدر اللي احنا نتعامل معاه، وحدة في الرؤية، وحدة في القانون، ما الذي نفعله وما الذي لا نفعله، ما هي الأخلاق التي ينبغي علينا أن نتعامل بها. كل هذه الأمور مهمة بالنسبة لنا عشان نقدر نحقق المشاركة. هنتشارك على إيه إن لم يكن هناك رؤية وقانون وشيء ملتزمين به، زي الفرقة بالظبط اللي معها نوتة. نعم. وعندها هدف محدد، فالقائد هنا جاي يلزمهم بأن كل واحد يتشارك في أداء الدور بتاعه في التوقيت المناسب وفي الوقت المناسب. يبقى صحيح. أشياء محددة. صحيح. يبقى المشاركة. نعم. أبسط أنواع المشاركة نعملها في إيه؟ المشاركة مثلا الفكرية في الهد، الإتش بتاعت الهد، الناحية المعرفية. عندنا أولاد بيذاكروا، لو أنا ما بذاكرش أتكامل معاه في قضية إن أنا أهيأ له الجو للمذاكرة. نعم. مش مسألة الفلوس وبس، مش مسألة إن أنا أجيب حد يشرح له بس أو أديه مدرسة فقط، لا، إزاي أتشارك معاه.
قضية الوجدان الاهتمام، يعني مش روح ذاكر وخلاص، لا روح ذاكر وبقعد وبهتم وقلقان على مذاكرته وبحاول اساعده وارتب له الجو والبيئة. وصل له كمان الروح دي. تمام، لازم لازم نوصل يعني المشاركة والاهتمام. كلمة الاهتمام يعني ايه؟ يعني انا حاسس بيك، انا اهتم لهمك. فهنا ازاي ان احنا نحول اهدافنا ان احنا نتشارك في الاهداف. المشاركة دي بتولد الالتزام، يعني اذا انا بقيت مشاركك في الهدف بتاعك هلتزم في مساعدتك لتحقيق هذا الايه يعني الهدف. اي زوج وزوجة النهاردة ما بيعيشوش بعض، ما بتشاركوش همومه وما بيشاركهاش همومها، ما فيش باب حوار النهاردة، في قطع لموضوع الوصول للتناغم. يعني النهاردة السعادة بعيدة شوية عن الأسرة اللي ما فيش مشاركة بينها. تمام، ما احنا لما نقول ان الصورة المثالية عندنا اساسا مثلا في حياة الصحابة ان الزوجة تسأل زوجها ماذا تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يبقى لابد من المشاركة الفكرية عشان ما يبقاش هو فؤادي وهي فؤادي ايه اخر. يبقى هنا الزوجين هما مكملين لبعضهم في المعتقد والفكر، ومكملين لبعض يعني متممان لبعضهم بعض، بيتفاعلوا بنفس الفكر. ده مبدأ. فما يبقاش هي فؤادي وهو فؤادي من الناحية الفكرية. نفس الامر النواحي العاطفية، يعني الهارت بقى، ما نيجي للهارت، هي بتحب ايه وهو بيحب ايه. من اهم الاشياء اللي بتوجد الترابط وبتصنع هوية واحدة ان احنا نحب نفس الاشخاص. كلما اتفقنا على القدوة وكلما اتفقنا على من نحب، كلما اساسا اقتربنا من بعض اكثر. يعني المفروض انا احب اللي بتحبه زوجتي طبعا، وهي تحب اللي انا بحبه، فبالتالي ده بيقرب المسائل بيننا شويه. ابسط المشاكل ايه؟ ان انا بحب اهلي، فلو وجدت ان زوجتي بتنزعني ولا تحبه، يبدا الشعور والعكس صحيح. فوحده اساسا الاشخاص بنحبهم، وحده الاشخاص اللي بنزعل منهم، دي بتخلينا وانت نقرب مع بعض صحيح. فعشان كده ايضا الدين بينفعنا اما نكون كلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. كلنا نحب الله سبحانه وتعالى. نعم. كلنا نحب صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فهنا بقى في وحده في القدوات. وحدة القدوات دي تعمل تآلف في القلوب، تعمل تناغم. تعالى ناخد برضو مثال من الدين ونسحبه على عاداتنا. نعم. الدين أساسا لما تجد النبي صلى الله عليه وسلم يحث الرجل على أن يقوم من الليل فيوقظ زوجته للصلاة، يبقى هنا المشاركة في الإيه؟ في العبادة. نعم. رحم الله رجلا قام من الليل فأوقظ إيه؟ زوجته، فإن أبت نضح على وجهها الإيه؟ الماء. نعم. وأيضا المرأة بالشكل ده كده هيعملوا عبادة مع بعض. هنا المدح في الحديث ليس فقط على قيام الليل، وإنما على التشارك في قيام الليل. صحيح. تعال خد زوجتك واطلع بيها عمرة وشوف إيه اللي هيحصل ليك وليها. خد زوجك واخرج بيها صلوا مع بعض القيام، اعمل لنفسك ورد بلاش يومي مرتين في الأسبوع أو مرة في الأسبوع بتجليل قراءة جزء في كتاب الله عز وجل. بس بلاش تاخد زوجتك للسوق بقى، ما هتكلفك جامد. ما كده كده ما فيهاش مفر يعني. يعني نخلي المشاركة بس يعني هي قضية المشاركة. نعم. يعني من ضمن المشاركة السوق. نعم. يعني لو أنا أقدر أخصص وقت إن أنا أنزل أساعدها في المشتريات بيزود من حجم التناغم. صحيح. يبقى هنا القضية قضية التناغم في بالمشاركة هتجدها جميلة في إيه؟ الدين، هتجدها في الاعتمار، هتجدها في الحج، هتجدها في الصلاة، في قراءة القرآن. طيب ابسط شيء كل سنه وانتم طيبين رمضان. نعم. فتجد بقى ان في حاجات اجباريه بقى لازم هنقعد نتسحر كلنا مع بعض. نعم. يعني الجمال رمضان بيقرب روحانياته ومشاركته اوسع. مشاركه. نعم. يبقى مبدا المشاركه لتحقيق التناغم والسعاده الاسريه مهم قوي. اما نقول صعب يبقى احنا بنقر ان في صعوبه لنصل للسعاده. نعم. يعني ما لما اقول لك ده الدواء فتقول لي مر، يعني حامل ايه؟ هو ده الدواء. المشاركه، حجم المشاركه معتمد على التوافق والتكامل. بس الاول نركز على المشاركه. مشاركه. حدثت المشاركه هتقطع بينا شوط كبير جدا في تحقيق التناغم والتكامل. لازم نشارك بعض. نقول لي ما بقدرش اشارك يبقى مش هتقدر تسعد. ما فيش حد اساسا مع زوجته لا يشاركها في هوايه، في مهمه معينه، في خروجة معينة. يعني لابد أساسا أن هو ميزة أن الخواجة بيستريح أكتر مننا إيه؟ أنه عنده أساسا أن الويك أند دوان شيء مقدس بالنسبة له. فمهما غاب عن زوجته
ال6 ايام، ففي اليوم السابع لازم هيخرجوا مع بعض، يقضوا مع بعض يوم كامل يتشاركوا فيه الاكل والشرب والخروج والضحك والحكايه. يبقى هنا دي من الحاجات المهمه مشاركة. جدا، نعم. المشاركه. نخش للخطوه الثانيه وهي التوافق. التوافق. يبقى اتكلمنا في المشاركه، بنشارك في العباده، بنشارك في المهام والواجبات اللي بنعملها، بنوزع الاعمال بتاعتنا، ونتشارك في تحقيق الاهداف الاسريه. نعم. الامر الثاني التوافق. التوافق يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ان الزوج، من ابسط يعني هنتكلم عن ابسط انواع التوافق، ما ينفعش ان الزوج يكون مهموم وزوجته تكون اساسا فرحانه. ما ينفعش. والعكس ما ينفعش الزوجة يكون مهمومة بشيء وحزينة وهو فرحان وسعيد وقاعد مع أصحابه وبيسقف على الماتش مثلا وقاعد قاعد وخلاص بقى، يعني بأي صورة مع أصحابه أو أي صورة من الصور. فهنا قضية التوافق، معظم الإشكالات بتحدث من غير التوافق. يعني اتكلمنا عن المشاركة، أنت مش حاسس بيا أو هو، لابد أن نتوافق. الاهتمام والمشاركة في الأحاسيس، يعني إحنا بنتواصل مع بعض من صدق التواصل، ان يكون بالاهتمام، وان انا اكون معاك. ما اقولكش إيه انت زعلان ليه، انا زعلان انك زعلان، انا مش مستريح ان شايفك اساسا قلقان، انا مش مستريح ان انت قلقان. يبقى لازم احسسك ان مشاعرك انتقلت عني. وان انا اشعر بنفس المشاعر بتاعتك. بعيدا عن معاك حق او ما معكش حق، بس انا اشعر بيك. يبقى الاول عرفت اثنيك عن الفكره لو كانت مش مظبوطه. أيوة. فانا نقلتك للحصول على شيء من وهنا نموذج مرسيدس بيتكلم معانا بقى. ان في سلوك انا راضي عنه او مش راضي عنه هنحيده، مش هقدر اغير دلوقتي، هدخل على المشاعر واحدث عمليه التوافق. ما ينفعش يبقى زوج غضبان وتيجي زوجته روحيه اخرى غضبانه ومزعقه معاه، واخد بالك، او العكس. او هو غضبان فبيبتدي يشد عليها في الكلام فهي ترد عليه الصعصعين. يبقى احنا كده اساسا بنصدم قطارين في بعض، بنصدم سيارتين بسرعات شديده، كل ما زاد الغضب زي ما بيزود السرعه، فاثر الحطام هيبقى شديد، الخسائر شديده. تمام. نعم. فهنا عمليه التوافق، ازاي التوافق في حاله الغضب؟ اما بلاقي واحد غضبان، اول حاجه مش انا اغضب معاه، لا ده انا اغضب له. يعني ايه؟ نعم. نفرض ان شيء انا شايفه تافه جدا، بيدور على حاجه ما لقاهاش. نعم. فغضبان غضب شديد، فما ينفعش ان اروح اقول له يعني غضب ده كله عشان ما لقيتش النضاره. هنا بزود الاشكال بتاعه لعدم التوافق. لكن انا اعمل ايه كزوجه واعيه؟ يا خبر ابيض، هو يعني انتوا مش عارفين تساعدوا بابا اساسا؟ معقوله الكلام ده؟ عمليه التوافق، قوموا دوروا معانا على النضاره. يلا نطلع لنفس المستوى بتاعه. من هو نفسه بعد شويه هيضحك لو هو كان متجاوز في رد الفعل. بس احنا بدانا الاول، عملنا ايه؟ توافقنا معاه. فالتوافق مع الغضبان من مش انك تغضب معاه وتعلي صوتك معاه فتبتدي تصطدم. التوافق هنا نقصد بيه ايه؟ ما يبقاش العكس. ما بقاش انا جاي مهموم وتعبان جدا من شيء وغضبان منه وحد يقابله ببرود. ايه اذا في ايه يعني ان حصل كده؟ الموضوع سهل. في ناس فاكره ان هي كده بيهديك، بالعكس. لا، ده انت ممكن لواحد غضبان تبين له صغر ما يغضبه فانت تزود الغضب، تزود غضبه. ليه؟ لان هو غضبان من الحاله الف، وانت راح تقول له كمان وعقلك كمان في خلل، فانت زودت عليه حاله بي كمان، فزودت تركيبه الغضب عنده. لا، انا بتوافق معاه في لحظه الحل في نموذج مرسيدس. انا تجاوزت السلوك ودخلت معاه في المشاعر بعمليه توافق. اذا كان زعلان من شيء انا بزعل لهذا الشيء. تقييمه بقى ده عقل، ده فكر. ان الشيء ده تافه ولا مش تافه، يستاهل ولا ما يستاهلش. لما الدنيا تهدى، لما الغاز المشتعل ده يختفي، يهدى. نعم. والدنيا تبقى هاديه، نناقش بقى، هلاقي مخه. ما انا ساعه ما بيكون المشاعر مشتعله مفيش مخ، لا مش هتلاقيه ولا في عقل. صحيح. فهنا بيغيب العقل خلف المشاعر المشتعله. ودي النقطه اللي بتزود مشاكلنا، ان ساعه يعني احنا اسمح لي نقف مع التوافق. تمام. احنا خدنا المشاركه، نقف مع التوافق. تمام. معانا فاصل قصير ونرجع لحضرتك تاني. معاك. اسمحوا لنا فاصل ونرجع ليكم تاني نكمل معاكم التناغم وأثره على السعادة الزوجية. فاصل.
وسهلا بيكم. رجعنا لكم مع همسة من همساتنا الزوجية. كنا بنتكلم على التناغم وأثره في وجود السعادة في حياتنا. اتكلمنا على مفهوم التناغم، واتكلمنا على مفهوم الوصول إليه بالمشاركة وبالتوافق. دكتور ماهر، يعني وقتنا الحقيقة قرب على الانتهاء، عايز نبعت رسالة لكل زوج وزوجة بيسمعونا النهاردة ونقول لهم على تأصيل لمفهوم التناغم. طيب احنا اتكلمنا عن حاجتين، اتكلمنا عن المشاركة واتكلمنا عن التوافق، ان محدش يكون زعلان وانا احقر من زعله او استهتر بيه او استهتر بمشاعره، سواء ابني او بنتي. مهم جدا البنات بالذات والسيدات ليهم اسلوب بيبقى غير الرجال، ازاي ان انا اتوافق واتفهم. يعني البكاء عند المرأة غير البكاء عند الرجل، يعني الرجل لما بيلاقي بنته بتعيط يعني ما بيستحملش، انت ليه نكدية انت، لا ده شيء طبيعي جدا عند المرأة ان هي تبكي، فهو يحترم هذه الدموع ويحترم هذه العادة ويحترم هذه الطبيعة. نعم. فده كله الوقت مسعفنا ان احنا نتكلم عن عملية التوافق. نعم. ومراعاة اساسا الزوجية واختلاف الجنس بين الرجل والمرأة، ان في طبيعة في المرأة. نعم. لابد ان انا ارعاها. نعم. انا مش عايز زوجتي تبقى ذكر. لا، انا عايز كلما اكتملت الانوثة في المرأة كلما اكتملت الرجولة عند الرجل. نعم. يعني حينما تجد امرأة فيها الذكورية اعرف ان هناك نقص في الرجولة عند الرجل، قمة الرجولة في اظهار انوثتها وفي الحفاظ عليها كده. بعض الاساتذة علمونا ان ايه، ان المرأة من المرآة. يعني الزوجة كأنك انت شايف نفسك بس شمال ويمين. يعني لما بحرك ايدي اليمين المرآة الشخص اللي فيها بيحرك ايدي الشمال، فهي بس الشمال واليمين، الين واليانج زي ما بيقولوا، الليل والنهار، يعني المكملات لبعضها البعض، دي علاقة الزوجية. نعم. فبنتكلم ان احنا لابد ادرك مسألة الاختلاف والزوجية، ان بهذا الاختلاف تكمل انا صفاتي. خليني يعني في نهاية الحلقة على الكلام الطيب الجميل ده، هتوعدنا بان احنا ان شاء الله نكمل من خلال منظومة السيفن اتش حلقات وحلقات ان شاء الله. انا بشكر حضرتك على شرح مفهوم التناغم وازاي نقدر نوصل به للحصول على السعادة. نعم. في نهاية الحلقة أشكر حضرتك دكتور ماهر عزت، المحلل، محلل النظم والمستشار الأسري ومبتكر أسلوب 7H. بشكر حضرتك على الكلام الطيب ووعد بلقاء تاني إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، في نهاية الحلقة اسمحوا لنا وعد بهمسة جديدة قريبا إن شاء الله، وحتى نلتقي إقبال وتحياتي طارق درويش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.